اهلا بيكم طلاب تالتة اعدادي، يا رب تكونوا بخير ويا رب الدرس اللي فات يبقى كان درس سهل ولطيف. هنبتدي مع بعض الدرس التاني. الدرس التاني بيتكلم عن ايه؟ التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. احنا خدنا الدرس اللي فات الحركة وخدنا السرعة، وخدنا السرعة المنتظمة وغير المنتظمة. طيب احنا هنمسك السرعة المنتظمة ديت وهنبتدي نمثلها على رسم بياني وهنعرف الفرق ما بينهم ايه دلوقتي. طب في ناس كتيرة بيستصعبوا الرسم البياني، تعالوا مع بعض واحدة واحدة ونشوف الرسم البياني هيبقى سهل جدا. تعالوا كده نتخيل احنا راكبين عربية عند مسافة 10 متر، كان الزمن اللي عدى 5 ثواني. تمام، مسافة 10 متر، زمن بعد 5 ثواني، كانت سرعتي كام؟ السرعة قلنا مسافة على زمن، 10 على 5 فيها الاتنين. طيب بعد كده جينا عند مسافة 20، 10 متر تانيين. 10 متر ازاي؟ يعني 10 و10 يعني عند مسافة 20 من نقطة البداية. كان الزمن اللي عدى 10 ثواني مش 5، يعني هو 5 من الزمن الأولاني، بعد 5 ثواني تانيين يبقى كده عدى 10 ثواني. سرعتي كانت كام؟ 2 متر لكل ثانية. ليه؟ لأن 20 على 10 فيها الاتنين. بعد شوية 30، كان الزمن 15، نفس الحكاية، السرعة 2. يعني انا ماشي بسرعه منتظمه، سرعتي ثابته ما اتغيرتش. ايه اللي بيتغير؟ المسافه اللي انا ماشيها. طبعا المسافه عماله تزيد، 30 40 50 لحد ما وصلت ل 60، يبقى انا مشيت مسافه 60، 60 متر. طيب والزمن برضو هو كمان عمال يزيد، 5 10 15 20 25 30، والسرعه هي كمان ثابته 2 متر لكل ثانيه. يعني انا كل ثانيه بمشي 2 متر. ليه؟ لان انا عندي هنا المسافة بالمتر وعندي الزمن بالثانية، يبقى انا عندي المسافة بالمتر والزمن بالثانية. طب تعالوا الجدول اللطيف الظريف ده نمثله على رسم بياني. طب عشان ما ننساش هنحطه هنا جنبنا كده، وهنجيب ورقة الرسم البياني بتاعنا. هنعمل ايه؟ هنرسم الأول، احنا عايزين نرسم علاقتين، يا إما عندي مسافة وزمن يا إما عندي سرعة وزمن. يبقى أنا عندي مسافة وزمن وسرعة وزمن. تعالوا نعمل الأول المسافة والزمن. ادي عندي ده مسافة، وهنا الزمن اهو، يبقى ده المسافة وده ايه؟ الزمن. نبتدي نكتب، هنبتدي طبعا من صفر، ممكن نزود 10 زي ما احنا عايزين براحتنا. يبقى هنا مثلا هنا صفر، خلي بالكم النقطة دي دايما صفر، النقطة دي 10 20 30 40 50 60. انا المرجع ليا النقطة دي، يبقى الخط ده 60 50. طب انا عايز اعمل حركة تانية، مش عايزهم يبقوا قريبين من بعض كده، هعمل ايه؟ نعملهم 5، او يبقى هنا 5 فيها 10 15 20 25 30 45 50 55، واحتاج ان انا اطول ده شوية عشان احط ايه؟ الـ60 هنا. يبقى انا ده الخط بتاع الـ60، هنطول ده شوية كده، ايه ده الخط بتاع الـ60. تمام، ده مين؟ ده المسافة. دي مين؟ المسافة. تعالوا كده الزمن برضو نعمله نفس اللي احنا عملناه، 5 10 15 20 25 30، ونقف مثلا لحد هنا لان احنا هنا الزمن لحد 30. احنا عند مسافة 10 كان الزمن 5. بصوا انا مشيت ازاي؟ 10 كان ايه؟ الزمن 5. يبقى النقطة دي
بتقاطع الاتنين. ماشي، عند مسافة 20 كان الزمن 10 اهو. ليه؟ انا الزمن ماشي والمسافة ماشية، يبقى ايه اللي ثابت عندي؟ السرعة هي اللي ثابتة. عند زمن 15 كانت السرعة 30، عند زمن 20 كانت السرعة 40، هنا كانت 50. بصوا انا بمشي مع الخط ده وبعرف تقاطعه مع الخط ده، يبقى هنا كانت 50، واخر واحدة اللي هي 30 دي كانت ب60. كانت بكام؟ ب60. تعالوا كده بصوا الشكل في الاخر بقى عامل ازاي. بصوا كده لو عملنا سهم هيحصل ايه؟ تعالوا السهم اهو، لو عملنا سهم من النقطة دي، بصوا كل النقط وصلناها ببعضها، كل النقط ايه وصلناها ببعض. بصوا كده الشكل عندي، كل ما المسافة تزيد الزمن يزيد معايا، كل ما المسافة تزيد الزمن يزيد، هما الاتنين بيزيدوا سوا، هما الاتنين ايه بيزيدوا سوا. تعالوا كده نعمل نفس اللي احنا عملناه ده بس على زمن وسرعة، بس على ايه؟ زمن وسرعة. يبقى انا هنا عندي السرعة، عندي الايه؟ السرعة. تعالوا كده نعمل برضو زي ما احنا كنا عمالين شغالين، ممكن نكتب 1 2 3. ايه ده يا ميس، ليه ما كتبتيش 5 6 او من 5 10 زي ما عملنا؟ احنا هنزود اي حاجة على حسب الارقام. هنا بص الارقام 2، يبقى انا ليه اكتب 5 مثلا؟ 3 4. طيب بصوا هنا ماشي ب5، يبقى ممكن اعمله 5 10 15 20 25 30. حلو كده. طيب احنا عند 5 كان السرعة عندي 2، 10 السرعة كانت 2، 15 السرعة كانت 2، يبقى انا سرعتي ثابتة في كلهم، كلهم كانوا 2، كلهم كانوا ايه؟ 2. بصوا كده، بصوا كده الشكل عندي عامل ازاي، الخط عامل ازاي. بصوا الفرق بين ده وده، بصوا هنا لما دي كانت سرعة، لما دي كانت سرعة وهنا زمن، بصوا الفرق، الفرق بين الاتنين، هنا الشكل البياني عامل ازاي وهنا الرسمة عاملة ازاي. يبقى انا هخلي بالي احنا اللي عندي فوق دي مسافة ولا سرعة؟ والله هي لو مسافة ادي المسافة بتزيد مع الزمن بيزيد نفس الحكاية. طيب انا بقى دلوقتي عايزة اقول لك عند، لو انا عكست الآية، انا عايزة اقول لك عند مسافة 60 كان الزمن كام؟ همسك كده 60، امشي 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 معايا، بعد كده هنزل 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 هنزل، الاقي ايه؟ 30. عند سرعة 2 ينفع اقول كان زمن كام؟ ما انا كله عند سرعة 2. يبقى انا هنا اقدر ان انا اسألك مثلا عند سرعة 55 كان الزمن كام؟ امشي همشي وهنزل هنزل. بصوا انا نزلت ما بين 30 و 25، ما بين 30 و 25، طبعا هنا كانت يعني احنا حودنا شوية معلش، بس هي ما بين 30 و 25، يبقى هنا 55 كان الزمن ما بين 30 و 25. او ممكن العكس، انا ممكن اقول لك عند زمن 15 السرعة كانت كام؟ يبقى انا الزمن 15 اهو السرعة كانت 30، معلش عشان ايه اهو عشان الدقة، 15 يبقى السرعة كانت 30. يبقى انا اقدر من الرسمة اطلع الجدول، او اقدر من الجدول اطلع الرسمة. يبقى احنا كده فهمنا الرسمة وعرفنا بتعمل ايه. يبقى هي تمثيل البياني للحركة المنتظمة، عرفنا لو ما بين المسافة والزمن يبقى العلاقة البيانية زي ما احنا شايفين كده خط مائل، وخط مستقيم لو هي ما بين السرعة والزمن، ما بين السرعة والزمن. طيب احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا برضو، لو احنا عايزين نعرف مسافتنا في نقطة معينة او زمن معين في مسافة معينة، لو هو عايز مسافة مثلا هنا عند زمن معين اهوت، بروح عند المسافة اللي هو عايزها مثلا 40، هنزل هنا لحد ما يقابلني خط التقاطع، وهنزل لحد ما الاقيه
20 ثانية. خلي بالنا هنا الوحدات ايه، خلي هنا بالنا هنا كاتبين وحدات ايه، لان انا المسافة ممكن بالسنتيمتر مش المتر. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء، طبعا هنحل عليه. طيب انا هنا عايزين خلال فترة معينة، عايزين السرعة خلال فترة معينة. خلي بالكم السرعة هي مسافة وزمن، مسافة وزمن. انا عايز سرعتي من خلال ايه؟ البي مثلا. فايه كلها من ايه لبي؟ الحتة دي كلها هجيب ايه؟ هجيب الميل. لو قال لي عايز سرعة مثلا خلال فترة مثلا من ايه لبي، مش في النقطة دي، يعني انا عايز مثلا خلال ما انا ماشي مسافر من مكان لمكان تاني، انا قطعت من الحته دي للحته دي قد ايه، او كانت سرعتي قد ايه، سرعتي قد ايه، مش في نقطه معينه. احنا كل اللي احنا بنجيبه فوق في وقت معين، يعني انا مثلا بعد 3 ثواني انا بصيت سرعتي دلوقتي كام، سرعتي ايه دلوقتي كام، زي الناس مثلا اللي عشان الرادار، انا قبل الرادار بشويه هبتدي اقلل سرعتي عشان هو بياخد السرعه اللحظيه اللي هي ايه في لحظتها. لا انا عايز بقى في فتره معينه. الرادارات الذكية دلوقتي انا هقيس سرعتك من اول لما طلعت الكوبري لحد ما نزلت من عليه، صورك اول لما طلعت واول لما نزلت. هيجيب بقى سرعتي ازاي؟ السرعة دي دلتا ف على دلتا زين. يعني ايه دلتا ف على دلتا زين؟ التغير في المسافة على التغير في الزمن. يعني هطرح المسافتين، المسافة الاولى والاخيرة، اطرحهم من بعض طبعا السؤال الكبير من الصغير، واطرح الزمن في الوقت ده والزمن في الوقت ده. يعني انا مثلا طلعت الكوبري كانت المسافة 20 متر في زمن 10 ثواني، نزلت من الكوبري مسافة 80 متر نزلتها في 30 ثانية، هبتدي اشوف ساعتها سرعتي كام، 3 متر لكل ثانية. خلاص تمام، دي السرعة المظبوطة. لا دي السرعة مش مظبوطة، كده السرعة زايدة. يبقى ايه؟ الرادار على طول يلقط. يبقى ده الرادارات حتى الجديدة معمولة بالمنظر دوت، يشوف سرعتك أول سرعة كام، أول لما بدأت الطريق وبعد ما نهيت الطريق نهيته في قد إيه، هو طبعا بيبقى عارف المسافة، مسافة الطريق قد إيه، يشوفك أنت نهيته في قد إيه، زمن قد إيه، ويبتدي يطرحهم من بعض ويقسمهم على بعض يجيب سرعتك. يبقى احنا كده خلصنا اول جزء وعرفنا الرسم البياني. اظن ما فيش اسهل من كده، يعني يا ريت المساله تيجي رسم بياني احسن ما تيجي مساله كلاميه وتلخبطنا. يا دوبك هنجيب وهنشوف الرسم البياني الارقام موجوده من عليه ازاي. طيب احنا دلوقتي في اللي احنا جبناه هنا كانت سرعه منتظمه، ليه؟ انا المسافه عماله تزيد وسرعتي ثابته. طب انا لو العكس، لو انا المسافه ثابته، لو انا المسافه ثابته يبقى انا كده ما بتحركش، سرعته زيرو، واحد واقف مكانه ما بيتحركش. طب لو انا على العكس، لو انا جيت هنا لقيت ده عمل كده، يبقى انا سرعتي بتزيد، يبقى دي سرعه غير منتظمه، سرعه غير منتظمه. يعني انا جاني هنا مسافه وزمن، المسافه اهي كده، يبقى انا جسم ساكن، جسم ساكن. طب لو انا المسافه كده، بصوا طالعه شويه ونازله شويه او زجزاج كده، يبقى انا سرعه غير. طيب كده خلصنا الجزء الاولاني من الدرس بتاعنا. الجزء الثاني بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن العجله، بيتكلم عن العجله. العجله هي عباره عن ايه؟ هي سرعه غير منتظمه، هي سرعه غير منتظمه. يبقى العجله الحركه التي تتغير فيها سرعه الجسم بالزيادة أو النقصان. يبقى أنا سرعتي يا إما عمالة تزيد يا إما عمالة تقل. زي إيه؟ واحد كان راكن بدأ يمشي بالعربية، سرعته زادت شوية، بدأ يطلع الطريق سرعته زادت أكتر، لا طريق سريع سرعته زادت أكتر. يبقى عمالة تتغير السرعة بمقدار معين. أو العكس، واحد كان ماشي على طريق سريع بدأ يدخل على المنطقة سرعته قلت، بدأ يركن سرعته قلت جدا، وقف سرعته بقت زيرو. يبقى أنا السرعة بتزيد او بتقل. الحركة المعجلة الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بالزيادة او النقصان. العجلة ذات نفسها بمقدار التغير ده، نشوف هو اتغير ازاي او في قد ايه، يبقى مقدار التغير هي سرعته اتغيرت قد ايه. طيب العجلة مقدار التغير على الفترة الزمنية اللي هي ايه؟ السرعة النهائية، انا اشوف هو اخر سرعة وصلها كام، ناقص السرعة الابتدائية هو بدأ بالسرعة كام، على الفترة الزمنية نشوف عدى قد ايه. يعني مثلا بدأت من سرعة زيرو وصلت بسرعة 100 في 10 ثواني، يبقى انا سرعتي
النهائية 100 ناقص سرعتي اللي انا بدأت منها زيرو، يعني انا كنت راكن على 10، يبقى دي الايه العجلة، السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على فترة الزمنية. هتقولي لي يا ميس طب انا دلوقتي كنت العكس، انا كنت ماشي وركنت، يبقى انا سرعتي النهائية زيرو والابتدائية 100، ده انا لو طرحتهم من بعض يطلع رقم سالب. هل في حاجة اسمها سرعة بالسالب؟ هقول لك هنا السالب، السالب مش رقم، السالب مش رقم، السالب إشارة إن الجسم حركته بدأت تبطأ، سرعته بتقل، سرعته بتقل. وركزوا وافتكروا الجزء ده كويس قوي، افتكروا الكلمة دي كويس قوي. طب وحدة قياس العجلة، وحدة قياس العجلة متر لكل ثانية تربيع، يبقى أنا الحركة متر لكل ثانية، العجلة متر لكل ثانية تربيع، الحركة اللي هي السرعة، السرعة متر لكل ثانية، إنما العجلة متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع. وطبعا مسائل بتجيلنا بالهبل، مقدار العجلة التي يتحرك بها أتوبيس تغيرت سرعته من 6 ل 12، يبقى فين الابتدائية؟ كانت 6، يبقى دي الابتدائية، 12 دي النهائية، يبقى خلال 3 ثواني ده التغير في الزمن. يبقى هيجيلنا السؤال، كانت سرعته ايه وبقت ايه؟ كانت سرعته كام وبقت كام؟ طيب العجلة المنتظمة، العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية، يعني أنا كل 10 ثواني بزود سرعتي 1، كل 10 ثواني بزود سرعتي، بزوده رقم معين. طيب أنا العجلة المنتظمة ديت يا إما موجبة يا إما سالبة، اللي إحنا قلناها من شوية، يا إما موجبة يا إما إيه سالبة. بصوا الموجبة عادي، أنا سرعتي بتزيد مع الزمن، سرعتي بتزيد مع ايه الزمن، ايه ده يعني انا ده كده اللي هي السرعة غير المنتظمة، لو الخط ثابت كده يبقى دي العجلة، اه يبقى دي رسمة العجلة، لو هو الخط ده كده، هو الخط ده كده دي رسمة العجلة، انما كده يبقى دي سرعة منتظمة. ماشي، يبقى احنا العجلة المنتظمة الموجبة، العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. إنما السالبة، العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته، أنا سرعته بتقل، كان ماشي في طريق وبدأ يركن، يبقى أنا سرعته بتقل، يبقى أنا هنا السالب ديت اللي هتطلع لي، هتطلع لي رقم بالسالب اه، يبقى دي عجلة سالبة، عجلة منتظمة ايه سالبة. الموجبة لو السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية، السالبة العجلة النهائية أصغر من السرعة الابتدائية، العجلة بتساوي صفر، السرعة النهائية هي هي السرعة الابتدائية، العجلة صفر معناته إيه؟ معناته إنه بيتحرك بسرعة منتظمة، بسرعة إيه؟ منتظمة، سرعته منتظمة ولا قلت ولا زادت، إحنا العجلة السرعة بتقل أو بتزيد، يبقى أنا السرعة المنتظمة يبقى العجلة صفر. السرعة المنتظمة العجلة ايه صفر، يعني انا لو طلعت لي الرقم موجب سرعة موجبة، سالب سرعة سالبة، العجلة صفر يبقى دي سرعة منتظمة. يبقى احنا كده فاضل لنا تطبيقات على العلاقة. الصفحة دي مجمعة لي كل حاجة، الجسم في حالة السكون يبقى مسافة وزمن، خط منتظم كده، ودي قلناها، دي ايه قلناها ليه، ادي المسافة وادي الزمن، المسافة ثابتة والزمن ثابت. طيب هنا السرعة والزمن، انا سرعتي لو هو ساكن هيبقى صفر، يبقى بصوا الصفر من هنا ماشي على الزمن، ماشي على خط الايه الزمن، يبقى لو الجسم حالة سكون لو هنا مسافة وزمن هيبقى الخط عامل كده، يبقى الخط ايه عامل كده. طب لو ما بين سرعة وزمن، خط منطبق على محور الزمن. طب لو الجسم سرعة منتظمة، سرعة منتظمة اللي احنا شرحناها في الاول دي ما ننساش، يبقى انا المسافة والزمن الخط اهو طالع لفوق، والسرعة والزمن زي ما احنا شايفين كده. طيب سرعة غير منتظمة اللي هي حجر حركة معجلة اللي هي العجلة، يا اما يجي لي الشكل ده يا الشكل ده، لو هو ما بين مسافة وزمن، ليه انا المسافة عمالة تزيد والزمن عمال يزيد. طب لو ما بين السرعة، يبقى انا هنا مش هعرف افرق ما بين دول، هتقولي لي الشكل ماشي يعني مش قوي برضو، انما لو قلت لك بقى ما بين ده وده السرعة والزمن، بصوا السرعة كده موجبة،
ليه؟ عشان السرعة عمالة تزيد. بصوا هنا كانت كبيرة قوي عند زمن زيرو، بصوا قليلة قوي بقى عند زمن صفر، يبقى دي سرعة أو عجلة منتظمة سالبة، يبقى سرعة غير منتظمة. سرعة إيه؟ غير منتظمة. نيجي بقى نوصف حالة الجسم، نوصف حالة الجسم. قال لو جالي رسم بياني كده وقال لك نوصف، أول حاجة نشوف ده بين مين ومين، مسافة وزمن. أول حاجة جسم من إيه وبيه؟ مسافة وزمن عاديين زي ده، يبقى سرعة منتظمة. بعد كده ثبت اللي هو ده، يبقى الجسم وقف. جسم إيه؟ وقف، يبقى وقف شوية. طب هنا بقى ما بين سرعة وما بين زمن، ما بين سرعة وما بين إيه؟ زمن. طب أنا السرعة هنا بتزيد بتزيد بتزيد، يبقى هنا في عجلة. بعد كده راح للطريق، مشي بسرعة منتظمة، مشي بسرعة منتظمة. هنا العكس، مشي بسرعة منتظمة وبعدين بدأ يقف، بدأ يركن، يبقى مشي بعجلة سالبة، بعجلة ايه؟ سالبة. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. طبعا المفروض نحل عليه كتير، طبقه كتير بإيديكم. احنا ما بنطبقش دلوقتي في الشرح عشان الفيديو يبقى سهل وبسيط ونقدر نرجع له في اي وقت ونشوف الجزء اللي احنا مش فاهمينه. وبإذن الله نخلص الوحدة بتاعتنا وهنبتدي في فيديو تدريبات هننزلها لكم ونحلها معاكم ونشوف انتوا فهمتوا صح.